السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أي باب ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك، كأن يسمى عبد الحسين أو عبد الأمير أو عبد كذا وكذا من المخلوقات، إن هذا شرك، لكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، إنما هو من الشرك في الألفاظ، الشرك الأصغر، إذا لم يعتقد التعبيد الحقيقي. إذا اعتقد التعبيد الحقيقي فهو شرك أكبر، أما مجرد تسمية من غير اعتقاد فهذا يسمى بالشرك الأصغر، مثل لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك من الألفاظ التي فيها إشراك غير الله مع الله في اللفظ، يتجنب هذا. ولا يجوز أن يسمى، أن يعبد لغير الله، هذا حرام بالإجماع كما يأتي، حكمه أنه حرام بالإجماع، وأنه نوع من الشرك. فيسمى بعبد الله، عبد العزيز، يعبد لله، عبد الحكيم، يعبد لله ولا يعبد لغيره. وأحسن الأسماء كما في الحديث الصحيح عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، هذا أحسن الأسماء. وكذلك بقية الأسماء التي ليس فيها تعبيد لغير الله عز وجل كلها مباحة، ولكن يختار الاسم الذي معناه طيب، ويتجنب الاسم الذي معناه سيء أو يكره، وهذا من تحسين الأسماء المطلوب. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. أول الآية: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. الآيتان في آدم وحواء عليهما السلام: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها أي حواء، خلقها من آدم، خلق حواء من آدم ليسكن إليها، هذا هو من مقاصد الزوجية العظمى، من مقاصد الزوجية العظمى حصول السكن والاطمئنان والراحة بين الزوجين. يسكن إليها، الذي ليس له زوجة لا ترتاح نفسه ولا يحصل له اطمئنان ولا استقرار، بخلاف المتزوج
فإنه يطمئن ويسكن ويرتاح. هذا من أعظم مقاصد ومصالح الزواج، يسكن إليها. وكذلك من مقاصد الزواج، وهي المقاصد العظمى أيضا، قضاء الوطر، قضاء الوطر والشهوة، ليضعها في حلال لا يضعها في حرام، في حفظ للفروج. الزواج في حفظ للفروج من الزنا والفواحش. وكذلك من مقاصد الزواج العظيمة الإنجاب، حصول الإنجاب والذرية التي تكثر بها الأمة، تقوى بها الأمة، وينفعون والدهم حيا وميتا إذا أصلحهم الله. فهذا من أعظم مقاصد الزواج، طلب الإنجاب والذرية. ولهذا قال: فلما تغشاها، يعني وطئها آدم عليه السلام، وطئ زوجته حواء. فلما تغشاها حملت، أي علقت بالحمل، علقت بالحمل، حملت حملا خفيفا في أول الأمر. وهكذا شأن الحمل، أوله خفيف ثم يثقل شيئا فشيئا. فلما أثقلت، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، تمشي به ولا تقوم وتقعد وتجلس وتشتغل، لأن الحمل خفيف. فلما أثقلت كبر الحمل في بطنها ونفخت فيه الروح، دعوا الله ربهما، لأنهما كان لا يأتيهما أولاد في الأول، كان يعتري الأولاد ما يعتريهم فيموتون، كانوا يموتون، أول أولادهم يموتون. فلما ظهر الحمل على حواء، دعوا الله، آدم وحواء دعوا الله، طلب من الله: لئن آتيتنا صالحا، أي بشرا سويا سليما، ولا يموت ولا يصاب بآفة أو بعاهة أو بعيب، لئن آتيتنا صالحا، أي بشرا صالحا في خلقته وأخلاقه وشؤونه، لنكونن من الشاكرين لنعمتك، من الشاكرين لنعمتك. على فدل على أن الولد الصالح نعمة عظيمة تستوجب الشكر لله عز وجل. فلما أجاب الله طلبهما وآتاهما صالحا جعل له شركاء، أي سمياه بعبد الحارث بدلا يسمياه عبد الله. وذلك أن الشيطان لعنه الله أتاهما وقال: أنا الذي كنت أتعرض لمواليدكم، وأنا الذي أخرجتكما من الجنة، وأنا الذي وأنا الذي، إن لم تطيعاني وتسمياه بعبد الحارث لا أجعلن له قرن أيل، أي قرن الوعل، فيشق بطنك، يشق بطنك إن لم تطيع مشورتي. فأدركهما حب الولد، لأنه كان يموت أولادهم، أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فخرج سليما ابتلاء وامتحان. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء، أي في الطاعة لا في العبادة، شركاء في الطاعة، هذا من شرك الطاعة، وهو شرك أصغر. أطاعاه فيما أشار من حب الولد، فالله عاتبهما على ذلك. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء، يعني سمياه وعبداه لغير الله طاعة للشيطان،
جعلا له شركاء فيما آتاهم. إلى هنا انتهى السياق في آدم وحواء، ثم ختم الآية إلى الذرية: فتعالى الله عما يشركون، أي عن شرك المشركين من بني آدم. فالله جل وعلا تنزه عن الشرك بجميع أنواعه، الشرك الأصغر والشرك الأكبر، الله منزه عن الشرك سبحانه وتعالى. وهذا ما يسمى في اللغة العربية بالالتفات، التفت من آدم إلى ذريته، وختم الآية في حق الذرية: تعالى الله عما يشركون. هذا هو التفسير المشهور والصحيح في الآية الذي اختاره ابن جرير وغيره، وفيه أحاديث قوية وأقوال التابعين والأئمة. هذا هو القول الراجح في تفسير الآية. وهناك القول الثاني أن الآية كلها، كل الآيات في بني آدم وليست في آدم، وهذا اختيار ابن كثير وغيره، ولكن الراجح هو القول الأول، وهو الذي ترجم عليه المؤلف رحمه الله. نعم. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد. قال الإمام ابن حزم علي بن محمد بن سعيد ابن حزم الظاهري رحمه الله، سمي بالظاهري لأنه أخذ بمذهب الظاهرية المعروف، سمي بالظاهري. قال ابن حزم رحمه الله: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. اتفقوا، قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، أي أن العلماء أجمعوا على تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل. نعم. قال حاشا عبد المطلب، جد الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه المطلب، عبد المطلب، واسمه الحقيقي شيبة، ولكن كان في المدينة عند أخواله بني النجار وهو صغير، فجاء مع عمه المطلب بن عبد من ابن هاشم، جاء مع عمه المطلب ابن هاشم، فأصابه سواد السفر، أصاب الغلام سواد السفر، فظنوه مملوكا للمطلب، قالوا عبد المطلب، أي مملوك لعبد المطلب، فعلق به هذا الاسم فصار يسمى عبد المطلب، وإلا اسمه الحقيقي شيبة، اسمه الحقيقي شيبة، لكن اشتهر بعبد المطلب، وهذا تعبيد لغير الله عز وجل، وإن كانوا ما قصدوا هذا، قصدوا أنه مملوك لعبد المطلب، ما قصدوا تسميته بعبد المطلب، لكن ظن الناس أنه سمي عبد المطلب، فهذا يستثنى لأنه من حكاية الماضي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب، هذا من حكاية الماضي، أما في المستقبل فلا يسمى، لا يجوز أن يسمى وأن يعبد لغير الله، أما في شيء مضى فهذا يحكى كما وقع، عبد المطلب، عبد العزة، عبد الدار، عبد، هذه أسماء ماضية ما يمكننا نغيرها، لكن المستقبل لا، لا يجوز لنا أن نسمي، أن نعبد لغير الله عز وجل. نعم. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. ومعنى اتفقوا أي أجمعوا، وليس المراد بالاتفاق ما يكون عليه جماعة من العلماء، اتفق الأئمة الأربعة مثلا اتفق، لا، المراد به هنا الإجماع. نعم. اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو. تحريم كل اسم معبد لغير الله، أي أن يجعل الاسم عبدا لغير الله، لأن هذا فيه نوع الشرك. نعم.
كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. حاشا عبد، استثنى، هذا استثنى لأن عبد المطلب قال الرسول أنا ابن عبد المطلب، وهذا من باب الحكاية للماضي وليس من باب الإنشاء، فالإنشاء لا يجوز، أما الحكاية للماضي فلا بأس بذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال. نعم. قال ابن عباس، هذا تفسير السلف. نعم. قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لا تطيعاني أو لأجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. نعم. كان إبليس لعنه الله يأتيهما ويهدد آدم وحواء أن يسمي المولود على رأيه هو، يعبداه لغير الله، فأبيا في الأول خرج ميتا، جاء حملت ثانية جاءهما وهددهما أبيا أن يسمياه فخرج ميتا،